الثالث من 12 ل 1.5. عشان كده لو حبيت تحضر المرجع حضرت الكتير والثالث على 60% من المنهج بتاعك. يوم واحد لو حضرته هتاخد 60% من المنهج. اتليست تبقى نمره. النهارده هنتكلم عن الفارس. الفارس من اكتر الحاجات الانترستنج. في صور كتير وافلام وعمليات ظريف يعني ومش طويل. مش طويل زي الميل ومش طويل زي الميل. طيب احنا هنعيد بس اول خمس دقايق قلناهم الصبح بس الحاج معانا الصبح سمعوا الكلام ده. احنا عندنا عندنا كتير ونوز ولاكس وفارس وكده بس كل حاجه من دول بنشرح فيها بنتكلم عن الانتروجي الاول بعدين بنتكلم عن الفسيولوجي بعدين بنقول جزء كلينيكال هو الخاص بالاورجان ده السيمبتومز الساينز الانفستيجيشنز ليه سبب السيمبتومز بتاعت الاورجان ده الساينز الانفستيجيشنز بعدين بنبتدي نشرح الديزيز بتاع الاورجان بالترتيب according to its etiology congenital rheumatic inflammatory neoplastic cutaneous بقول لك congenital يعني ايه سينس بيرس دي غير اللي هي genetic impairment congenital rheumatic inflammatory neoplastic cutaneous. طيب احنا لما نيجي نتكلم عن الفارس وي شود كفر ذيس ايتمز. الفارس يشبه الجيوش بحاجه ان احنا لما جينا نتكلم عن الجير قلنا ان الجير دي عباره عن السيرفر جير والميدل جير والبلاد جير وكل حاجه منهم ليها جدول كونجينيتال تروماتيك حتى السيرفر جير حطينا جدول للبولكين وجدول للكينيتيك والانر ايه حطينا جدول الانر ايه وجدول الانر الفارس برضه عباره عن ثلاث اقسام. الفارس ده عباره عن ايه؟ لو نرسم رسمه كده مع بعضينا الحاجات المشهوره بتاعتها الكوز المناخير نبتدي بالحاجات السهله الفلور اوف ذا نوز اللي هو البلد بعدين هارد بلد والسوفت بلد الروف اوف ذا نوز المخرم ده اللي هو كريبل فورم بليت الاسفينويد ساينس ده الفرانكال ساينس دي المناخير طيب تحتيها الاورال كافيتي لسان كده اهو بعدين هنا هنلاقي الايبيلوتس بعدين هنلاقي لارنكس طيب ورا بقى الكلام ده ايه؟ الكولم ده هو ده الفارس طيب احنا عندنا طبعا هنا ورانا في الفيرتيبري. يبقى عندنا في جزء ورا الموز بنسميه نيزوفاريس ودايما بنرسمه كده بنكتبه كده نيزوفاريس. طيب في جزء ورا الكورا الكافيتي بنسميه الكوروفاريس. في جزء وراء اللاركس بنسميه الهايد فاكس. يبقى اذا عندنا فاكس عباره عن 3 بارتس. ذا كولم بيهايند ذا نوز هو الفاكس. سو اتس ديفايدد انتو نيزو فاكس بيهايند ذا نوز، اورو فاكس بيهايند ذا اورال كافيتي، اند هايدو فاكس اور ذا ريمو فاكس بيهايند ذا لاركس. الاناتومي اوف ذا فارنكس فيري ايزي لان هم اربع صور. هم اربع صور. انت محتاج تعرف في اول صوره تعرف الحدود بتاع كل حاجه منهم. طيب النيزو فارنكس فوق عندنا ايه؟ فوق عندنا السكيلويد سكال بيس. طيب ورا عندنا ايه؟ ورا عندنا الفيرست بعد كده الفيرتيبل ده واحد. قدام عندنا ايه؟ عندنا النوز. طب ايه الفرق بينهم بقى؟ يعني امتى تقول ده نوز وامتى تقول ده نوز وفارس؟ في خط اللي هو الفرشه الخلفيه للمناخير اسمها الكوينا. ده
زي ما الجوز ليها فتحه اماكن هنشوفها في الفيديوهات. هو خلاص يبقى ده اهو، وده الشوط الملك كده. يبقى قدام عندنا الاوبننج اللي هي البوستيريور من الاوبننج اللي هي الكوينه بتاع الجوز دي، زي الماسوره كده ليها فتحه قدام وليها فتحه ورا. الفتحه اللي ورا لما نعديها بقينا في الفيريوس. طيب الفيريوس الفيريوس ده بيكمل عند ايه؟ الفيريوس. ايه الحد اللي اتصل بينهم؟ الليفل اوف ذا فالت. يبقى الليفل اوف فالت هو الصندوق ده. اللي هو انتيريور النوز سيبريتد باي ذا ليفل اوف ذا كوينا، سوبيريور سفينويد سكال بيس، انفيريور فيرست فاجل فيرتبري، ستيبلي سوري، انفيريورلي ليفل اوف ذا هارت فالت. طيب النيزوفارنكس كمان في ثلاث جمل تاني. اول جمله ان اللاترال وول اوف ذا نيزوفارنكس ايه؟ الاستيكين تيوب. الاستيكين تيوب حاجه مهمه اللي هي الاستيكين تيوب اللي بتوصل لمدى الايد. ورا الاستيكين تيوب في فصه كده ليها اسم غلس اسمها الفصه بزومولر. طب ليه دي مهمة؟ مهمة عشان دي الموست كومن سايت اوف ميزوفارينجال كارسينوم، هنتكلم عليها في ميزوفارينجال كارسينوم. والسوبيريور والبوستيريور وول ممكن يحصل فيهم اجريجيشن اوف لومبويد تيشو اللي اسمها الادلويد او اللحمية اللي هنتكلم عنها النهارده. يبقى عندنا النيزوفاركس في سبع جمل. قدام النوز عند الليبل زاكوينا، بوستيريور فيرست فايكر بيكتبي، سوبيريور سبينويد سكال بيس، انفيريور اور فارنكس سيبريتد باي ذا ليفل اوف ذا بلد. لاترال وول عندنا ستيكن تيوب، وراها بصوا فلوزو مولر، بصوا سوبيريور اجريجيشن اوف كومبويت تيشو اللي اسمها الادرويد. طيب الاور فارنكس اسهل شويه. فوق عندنا ايه؟ فارنكس ورا سكند وسيرس وبعد كده بتكتب. خلي بالك كل ما بينزل كل ما بيبقى الجزء لونج. طيب تحت الهيموفاكس. طب ايه الليفل الفرق اللي بيجلوتس؟ بيجلوتس قدام الورا كافتي. طب انت قدام ده واصل للشارع برضه، لحد فين ورا الكافتي ولحد فين فاركس؟ لو بصينا على صوره من قدام، الصوره المشهوره كده اللي بنرسمها للبلد والتونسلز. التونسل دي قدام عضله لو فاكرين اسمها البلاتي جروسس، وراها عضله اسمها البلاتو فارينجيس او اسمهم الانتيرو بوستيرو بيلرز. كل ما هو قدام الانتيرو بيلر يبقى تبع الاورا كافيتي، كل ما هو ورا الانتيرو بيلر يبقى تبع الفارينجيس. طيب هي الانتيرو بيلر دي انتيرو ليه؟ البلاتين تونسل. يبقى التونسل وراها، يبقى التونسل تبع ايه؟ الاورا فارينجيس. عشان كده التونسل مش بندرسها تبع البق، بندرسها تبع الفارينجيس. يبقى انتيريوري عندنا الاورال كافيتي سيبريتد، ايه السيبريشن ليفل بتاع انتيريو بيلر؟ وستيل هيمو بيلر سيرفايكال بيلبري فوق هيمو فارنكس تحت هيمو فارنكس. الهيمو فارنكس اسهل قوي. انتيريوري عندنا الفارنكس خلاص. طيب سوبيريوري عندنا الاورال فارنكس، وستيل عندنا اربعه وخمسه وسته سيرفايكال بيلبري. تحت طبعا الفارنكس هيخلص يكمل ايه؟ اسوفيجس. اسوفيجس فاكرين الليفل اوف سكس؟ في الاناتومي التراكيه تخلص، اللارنكس يخلص والتراكيه تبتدي. نمره اثنين الفارنكس يخلص والاسوفيجس يبتدي. يبقى احنا عندنا نيزو فارنكس انتيريور كوينا، ستيور فيرست فايكال فيرتبري تاني، سفينويد سكال بيس فوق، تحت اوروفارنكس ليفل بتاع البلد، لاترال هول هم دول الكوبتين الزياده، في سكند تيوب وراها البوستر والبوستر، بوستر سوبيرو في اجريجيشن اوف كومبوت تيشو اللي اسمها الادرويد. الاورو فارنكس لاخر مره اديله الاورا الكافتي عند الليفل اوف الاديرو بيلر، وستيلو الاثنين وثلاثه سبايك بكتب لي الفيلو هيمو فارنكس الفرق بينهم بتبقى بسبب جلوتس. و كيف بسبب جلوتس ولاترال هول عندنا الهايمو فارنكس او اللارينجو فارنكس، انتيريور عندنا اللارنكس، وستيريور ثلاثة أربعة أربعة وخمسة وستة سبايكال بتكتب لي فوق الفورو فارنكس تحت الاوسيلس.
يبقى دي اول صوره. تاني صوره في الاناتومي هم صور بس اللي هي بتاعت الفانكس. الفانكس ده بقى معمول من ايه؟ التيوبا دي معموله من ايه؟ التيوبا دي من اللي معموله البصص. يبقى لو احنا هننسب كده تيوبا معموله من مصر ماشي، ادي اول لير. طبعا ده مش بالترتيب بس عشان نفهم. طيب البصل دي اكيد مش عريان، البصل دي لاين لوكاس ميمبرين. فالبصل دي ليها لايننج اللي هو جوه اللي هو لوكاس ميمبرين، والميوكوزا دي تحتيها صاب ميوكوزا. كلها في البرين صح، مفيش في النك. فالتنه الكاروتو ما بيديش بنشات في النك، فده مهم عشان لما تيجي ساعات انت بتحتاج ساعات تربط الكاروتو. لو في بليدنج بتربط ايه هنا؟ استنى لما تنك استنى ما هوش عيان، فانت بتعرف تفرق بين. طيب الاكسنه الكاروتو ده بيطلع ايه بقى؟ اول برانش بينزل على تحت يروح على السيرفر اللي هو اسمه ايه؟ السيرفر السيرفر بلاش دعوه بيه ده ما بيديناش هنا. من بعد كده بقى كلهم طلعوا بيطلع برانش اللينجوال
بيروح للفاكس وبيطلع برنش اسمه الفيشيال. الفيشيال ده اللي بين فيه نوكب. الفيشيال ده بيدي حاجه اسمها توصيلا ويبدا السندنج باراتايم. بيطلع برنش اسمه السندنج فرنجل. اسمه السندنج فرنجل يبقى بروح على الفاكس. طيب لو فاكرين الكاروتيد نفسه بينتهي البالوتيد برانش بتاعه الفيشيال تمبر والترنال مازلت. الفيلم المنزلي ده بيدي برانش اسمه ديسندنج باراتايم. يبقى احنا هنا نفس هنا ايه في تونسل. عشان تفتكر بلاد سبلاي تفتكر بلاد سبلاي بتاع تونسل. هو ده اللي يهمني. يبقى عندنا هو اساميهم سهل. هو اللينج واحد بيروح والفيشيال والاسندنج فرنجيال والانتنا المجزري يدي السندنج باراتايم. الفيشيال يدي تونسل ده مهم قوي. ده الارت اللي بيربطه واحنا بنشيل التونسل والاسندنج باراتايم. الفيروس ده لازم ما يهمنيش ايه فرنجل والجولد ليكسس والكلام ده في الاخر بيروح للتنة فجرة ما يهمنيش تمام؟ النيرف سبلاي هم 10 11 9 اللي هو الكرينيال ثرو فيجاس. الفيجاس اللي هو بيدي الموتور والسنسور طبعا اسمه جروسو فرنجل اللي هو اسمه جروسو فرنجل هو بيدي الطرف وبيدي الفيرنس. استنى اكتب اناتومي. اخر صوره في الاناتومي الليمفاتيك درينج. بيحتاج بقى حاجه غريبه الليمفاتيك طبعا الليمفاتيك ده متحوط متحوط بالليمفويد تشو. الليمفويد تشو دي اسمها عامله زي الرنج كده اسمها البارديال رينج. ايه حكايه البارديال رينج؟ خلي بالك بقى عشان في حاجه كلنا فاهمينها غلط او يعني ممكن يكون في بعض الناس فاهمينها صح معظمها. هو يعني ايه تنصب؟ البروجيشن تونسل؟ لا كلمة تونسل معناها بروجيشن. مش في تونسل في البرين؟ فاكرين في النيورون؟ فكلمة تونسل دي معناها حتة طالعة. مالهاش دعوة ما ده وصف. طيب لا الفارس حواليه اجريجيشن اوف لمفويد تيشو. في حتة فيها تجمعات للمفويد تيشو دي. اللوز الأساسية بتاعتها اللي احنا دول تجمع الليمفويد تشو في الفارنكس اسمهم بلاتايندوس اللي هم في الجناب دول اللي اسمهم بلاتايندوس. طيب في تجمع تاني في اخر الطنط يبقى اسمه ايه؟ اللينجوالدوس. طيب في تجمع تاني حوالين الاوستيكيان تيوب يبقى اسمه ايه؟ في تجمع تاني في النيزو فارنكس يبقى اسمه النيزو فارنجيال توس اللي هي بقى اسمها الشعبي الادينويد. لان كلمه ادينويد خلي بالك اللي بالعربي بقى الموضوع لخبط جدا. كمان من اجل بالعربي ادينويد بالعربي بيسموها ايه؟ لحميه. لحميه. طب هو مقصود بيها اللحميه اللي هي دي ولا النيزل بوليتر؟ على فكره المفروض ما المفروض اللحميه ده اسم غلط. هو ايه تعريف البوليتر؟ بدنكيليتد انيميكوز. دي مش كده خالص. هايبرتروفي اوف ذا لمفويد تيشو ان ذا نيزو فانكس. هو للاسف الاسم العربي هو لحم بس معروض انتم معلوماتكم زي الناس العامه. فالناس فاكره اللحميه دي اي حاجه اسمها لحميه. عشان كده بيجي عليه مثلا عنده ساعات كتير يجي عنده نزل بولب الرجيك نزل بولب بتاعته في النص. دي حاجه مشكله كبيره يعني. البولب بقى طالع من الساينس ودخلت النص بتاع تيجي لعندك تقول انت محتاج عمليه يقول لك طب هعمل لوز معاها. هو فاكر ان دي هي دي. طبعا حاجه مختلفه تماما. يبقى الليمفاتيك درينج عباره عن اجريجيشن اوف لمفويد تيشو حوالين الفاكس اللي هم بنسميهم الفرديه الثانيه بين اوف لمفويد تيشو سراوند اللي هم ايه اللي شفناهم في الصوره فوق الليزو فارينجيال تونسل تحتيها شويه التيوبال تونسل بعدين البلاتاين تونسل اللي هم الكبار المشهورين بعدين اللينجو هتوصل وشويه لمفويد تيشو متفرقين كده. طيب ليه ما سميناش دول لينف نودز؟ مالهمش الاستراكشر بتاع اللينف نودز؟ لان اللينف نودز هي اثمنت وبيفنت. دول مالهمش اثمنت دول على طول تحت الجلوكوز. عشان كده سؤال فاردايرز رينج ده بيجي على فكره شورت كويشن بيقول لك ايه الفاردايرز رينج؟ تقول له ديفينيشن فاردايرز رينج دي سبب مثالي لمفويد تيشو surrounding the fans consists of A, consists of كذا، ايه الكاركتر بتاعتها؟ انها لمفويد تيشو in direct contact with mucosa. علشان كده ما فيش افلت. هو الافلت ده بياخد
الاورجانيزم من الميكوزا يوديه للنيمف نود. هنا مفيش. بتروح فين في الاخر؟ في الاخر بتروح ريترو فارينجيا بحاجه اسمها ابر ديب سيرفايكال نيمف نود. علشان كده لما بيحصل انلارجمنت في البلاتاين كونسيب الايفلنت بيروح للابر ديب سيرفايكال نيمف نود اللي الناس بتسميها ايه؟ اللي واز نزلت. هي اللي واز مش بتنزل ولا حاجه، فاهمين تعبير اللي واز نزلت ده؟ مش اسمعوا دلوقتي، مش عارف اقول لك ايه، نزلت واللوز هو اللي نزلت، فاكرين ان اللوز بتنزل تحت. هي مش بتنزل، هي من اللوز تلتها الليمف نود بتكبر. هي بس ماشي، لكن هو الناس يعني العامه فاكرين كده. ودي حاجه مهمه عشان الليمف هيشتغل في اذن تفهم العين انه مش فيه لوز. احسن يطلع العين من العمليه، ودول برضه كبار. فيمسكوا الدكتور يموتوه لما نصب عليه ما عملش حاجه. مش دي اللوز، العين هيطلع بعد ما يعمل لوز هيطلع ودول كبار برضه. ومش لما يعمل العمليه الليمف نود هتظهر في ساعتها. فانا يبقى فاهم ان مش دي الليمف نود. يبقى احنا خلصنا الاناتومي بتاع الفانكس. حلو قوي الفانكس ظريف. بانك. ايه وظيفه الفانكس؟ بيعدي الهواء وبيعدي الاكل. تمام؟ بيدي رنه للصوت فويس ريزونانس الارتكوليشن. يعني ايه الارتكوليشن؟ خلي بالك هو الصوت، الصوت بيطلع من اللابس اللي هي لكن مش الكلام، بدليل انك انت لو انت ما حركتش بقك هتعرف تطلع صوت بس من غير ما تحرك مش هيطلع كلام. فالارتكوليشن ده اللي هو استخدام الصوت لاحداث كلام، ده بالاورال كافيتي وبالفارنكس وبالطنج. علشان كده هنتكلم في اللارنكس، اللي بنشيل له اللارنكس يقدر يتكلم برضه بس بطريقه اخرى. تمام؟ يبقى الفارنكس وظيفته ريسبيرتوري تشانل، وظيفته ديجلوتيشن او فود تشانل، وارتكوليشن اوف سبيتش. طيب قول لي طب احنا مش ما جبناش سيرة اي كلينيكال بيتش. ليه؟ لان اي مشكله تحصل في النيزوفاركس هتاثر على المناخير وعلى الودن عن طريق السكن تيوب. اي مشكله تحصل في الهايبوفاركس هتاثر على اللاركس. احنا ما عندناش سيمتومز مخصوصه للفاركس. يعني ما فيش حاجه مخصوصه للفاركس، لكن السيمتومز بنفهمها. فبليزي يا جماعه انا بعمل بايت فاينل. ومهما حصل في ناس تصل فين؟ بليز نعمل مباراه سايلنت. يعني الموضوع بدايه كان موضوع مباراه. اعملوا سايلنت لو عايز تتكلم اطلع اتكلم وارجع مش بفهم. طيب خلي بالك بقى عشان في حد جه اتلخبط. مش كده؟ اتكلمنا عن الريفرنس. اتكلمنا عن السولوشن. هنبتدي بقى نتكلم عن الديزيز. ندخل بقى في ايه؟ الدقيق. طيب احنا عندنا في نيزوفارنكس، في اوروفارنكس، في هيبوفارنكس. في الديزيز كونجينيتال كروماتيك فيلمات الميوبلاستيك انسلينز. طيب في النيزوفاركس الاماكن دي مش مكتوبه في حته. هتلاقي كده كل الكتب زي ما انا عامل كده نيزوفاركس ادينويد. او دي فين يعني؟ النيزوفاركس احنا بنتكلم هو في النيزوفاركس. في حاجات كونجينيتال مش علينا. في حاجات كروماتيك مش علينا. وفي حاجات انفلاماتوري علينا. حلو قوي. وفي حاجات نيوبلاستيك علينا بقى دي. واحد بناين وواحد مالجنت. البناين اسمه انجيو فايبروم والمالجنت اسمه كارسينوم. وفي حاجات ميسلينيس اللي هي الادينويد. يبقى هو الجدول ماشي بس احنا عشان الحاجات مش علينا فمش بديك مش كاتبين او مش مهمه مش كاتبينها لك. يبقى احنا لما نيجي نتكلم على الادينويد يبقى احنا بنتكلم عن حاجه ميسلينيس في النيزوفاريس. طب ليه قلنا الادينويد قبل النيوبلاستيك؟ عشان تلاقي الكوبر. احنا بنيجي نتكلم عن الميزوبانس في في كونتنت هو السيستم ماشي صح بس هو احنا مش مهم مش كاتبينه مش كاتبينه عشان مش مهم. فالكونتنتال والتروماتيك والفلامنتري مش مهمين في الميزوبانس. هنيجي بقى في الاوروفانس اقول لك لا الفلامنتري مهم قوي عشان التونسلايتس والفرنجايتس. فمش كل حاجه بناخد فيها كل حاجه. يبقى احنا في النيزوفاركس هنتكلم بس عن ميوبلاستيك وعن ميسلينيس. وبنبتدي بالميسلينيس علشان هي المهمه اللي هي الادينويد. يجي طفل
زي ما هتشوف دلوقتي كده. بيشتكى انه مناخيره مسدوده، بتيجي تبص عليه بتلاقي المنظر الاتي. بصوا معايا كده بالمنظار، ادي مناخير وايت، ادي الناحيه اليمين. هنجرب كده ندخل، لا ده السبتم الدنيا ضيقه مش عارفين نوصل. هو الطفل تعبان سنين كده فمش عايزين يقرفوا قوي، كويس انه قاعد ساكت. طيب نشوف الناحيه الثانيه احسن، هي حلوه دي اسمها الفيروتيربت، مالناش دعوه بيها، احنا مالناش دعوه بالنوز، احنا عايزين نشوف ورا النوز. اهو ده احنا داخلين اهو لقينا، شايفين القبيبه دي بقى؟ دي قبيبه دي جايه من النيزو فارس. اه ايه ده؟ شايفين الايدج ده؟ ده الكوينه. كده خلصنا النوز. في بقى حاجه جايه من النيزو فارس هنا اهو، وباصه هنا كده. بروجيكتنج انتو ذا ليزر كافيتي. دي جايه من ورا مش في النقص. ده منظر الادينويد، بنكمل شايفين كذا حاجه كده، هم شويه اكتر حلوين كده. وده البلد لما بيبدا عليه وشايفين بيتحرك. احنا كده في النيزوفاريكس. طيب شوف واحد تاني. Mm-hmm.
عندك ناس هنا كده عايزين نقرر نفكر عشان نقلل الخلص. بس هنا كده الناس دي الميكانيكي هتعمل ايه؟ هتسد حاجتين، هتسد ايه؟ النقص وايه كمان؟ بدري الميكانيكي بالظبط. فلما تسد النقص هيبقى عنده مانيفستيشن وفي ميزان كونستراكشن اللي هي بقى ليزر اوستراكشن اللي هو مسدود يشفر ويفتح بقه في افرازات نازله من مناخيره لورا في افرازات من قدام كل دي حاجات مناخير اهمهم الاوستراكشن والسنورنج اللي هو بيجي اهله بيقول لك دلوقتي مناخيره مقفوله وبيشفر بالليل نزل تور لو هو مخمخ لما نقفل مناخيرنا كده يبقى صوتنا ايه؟ اسمها نزل تور اوف فويس ميم والنون يطلعوا ايه؟ تقول له منى تطلع منى لان عنده نزل تون عنده نزل الشارج ممكن تلاقي في تاكونس يعني ريحه بقه وحشه من الشارج اللي عمال ينزل. طيب كانت هيقفل كمان التيوب هتلاقي العيان هناخد بعد كده المره الجايه عارفين كتير السكن تيوب تتقفل ممكن يحصل حاجه اسمها لفيت الاوزر دي مش كانت مع او سكريتي وتبقى الفريم او تبقى الفريم وراها ايه برضه دي كده ريحه بقى دي درام دي بابلز بقى ليه بقى ليه كده. طب احنا بنتكلم على سيمتومز يبقى هو العيان ده يجي يشتكي من ايه؟ ان ودنه وجعاه او السبب ايه؟ في حاله مشهوره جدا بتيجي في امتحان ان يجيب لك طفل صغير عنده 6 7 سنين مش سامع كويس وبيشحر يقول لك الدياجنوز ايه؟ الدياجنوز سكريتوري نتيجه ادينويد. وبنيجي نتكلم على السكريتوري هنتكلم عليه المره الجايه على حاجه كتير هنقول ان السكريتوري دي اهم سبب ليها ان السكن تيوب مقفوله بالادينويد. طيب العيان ده عنده ليزر مانيفستيشن عنده السكن تيوب اوبستراكشن اللي هي هتعمل تايتس ميديا يبقى عنده مين؟ هتعمل سكريتوري يبقى عنده ديفنس. على بعضه كده يبقى العين شكله ايه؟ اخضر اسمها ادينويد فيشيس. عارفين جيم كاري؟ زمان خش انتوا في حاجات جيم كاري يا جماعه ده ممثل مشهور قوي كان زمان بيطلع دايما في الافلام اخضر تلاقي بقه مفتوح كده وايه؟ تلاقي الطفل شكله بقه مفتوح مناخيره النص اللي بتبنش قوي اللي فوق كده سوري مبربر الفرازات نازله الانسايزر بتوعه برومننت السجان عامله زي الارنب كده والبلد هاي ارش كل ده مانيفستيشن اوف اورال بريزنج الشكل على وشكله ايه كده فالشكل ده على بعضه اسمه ادينويد فيشيس يعني ساعات كده دي فيري كومن تلاقي انت قاعد في العياده المكتب بتاعك كده والباب ملاقي فتلاقي الاب والام داخلين كده ومعاهم مواد شكله مين هيكشف عليك يقول لك الامور ده فقبل ما تبتدي يشخر ويخرج ويقول لك بقه مفتوح الناس تزهق بقى عارف منين؟ لا الا بقى لو قلت له اخبار سامعه ايه؟ او ساعات يجي يشتكي يقول لك ايه؟ الواد مش بيسمع كويس قلت لهم بيشخر هم يحسوا الكلام ده طبعا في غلط اشهر سبب ما بيسمعش كويس في السكريتوري واشهر سبب السكريتوري هي الادرينال هو تلاقي الواد شكله اخضر كده باين نارو بنش الانتيريور نيرفز ميكويد سكريشنز على الابر ليب اوبن ذا رايت ماوث برومان سايزو هاي ارش البلد ودي تلوك دي طبعا دي مانيفستيشن دي كلها خلي بالك دي ميكانيك الادرينال بقى كمان لو انفكتد هتبقى سورس اوف انفكشن لكل اللي حواليها هيجي له بقى اوتايتس من ده هيجي له فارنجايتس هيجي له لارنجايتس هيجي له شيست انفكشن لارينو تراكيو برونكايتس وده سبب مهم قوي في اطفال كتير قوي متشخصين برونك الازمه وصدرهم منيل وحالتهم عشان الادرينال مجرد بس انك تشيل الادرينال حليت كل مشكلتك جنرال مانيفستيشن عندنا الميكانيكال اوبستراكشن على النوز وعلى الاستيكال تيوب وعلى الادرينال فيشز عندنا ريكارنت انفكشن ده جروب تاني خالص مانيفستيشن عندنا جروب اسمه جنرال مانيفستيشن مش كل الحاجات شائعه ممكن يبقى الطفل عنده سليب ابيا يعني السليب ابيا دي اللي هو بيحصل ايه هو بيشخر كده وبعد كده بيصير الحاجه دي درجه من درجات السنورنج يعني نفس وقت شويه دي هناخدها في سنورنج هنتكلم عن سنورنج في التفصيل دي موضوع اصلا كده ممكن نكتوريا اجنوليس دي من سبب مشهور على فكره دلوقتي من اسباب نكتوريا اجنوليس
نايت ميرز الكوابيس والكلام ده، تلاقي الطفل فريندلس وشوية ليه بيخاف يطلع على حياته ويشخر الناس تضحك عليه وهو نايم. من تفضل السؤال بس ما تقدرش تحكم عليه قوي مصري. ماشي. اكزامينيشن. كل الكلام ده هو ممكن الطفل يقوله. طب انت بتيجي تفحصه. هتفحص ايه؟ هنفحص الاول اللوز. اول ما يهد عليك كده هتلاقي دول فيشز. ماشي كلها. هنفحص اللوز. ماشي هتلاقي برضه بكتيره. ممكن تلاقي في حاجات انت بتشوفها يعني في حاجات سيمتومز يقول لك مناخيري مسدود. طب انت عايز تعرف تعمل ايه؟ بسيط. تحط عقمه كده تقول له انفخ حاجه. شوف هو طلع ولا لا؟ فانت الكونستراكشن تقدر تعرفه انت كساين تمام؟ وتقدر تشوف الدشارج تلاقي الدشارج تمام؟ طيب نمره ثلاثه او سي اورال كافيتي. الناس هنا عشان الناس اللي بتحب تحفظ بصوا ايه؟ ادينويد فيشيس بي اللي هي النيزل طيب سي اللي هي اورال كافيتي. احنا واصلين لهنا ليه؟ سي سيني فيها اي اي اف جي اتش ار مش احنا اي بي سي ماشيين بالترتيب يعني ايه ادوات فيشن مش هتنساها وفي نزل او قلت له نصهم يعني الاورال كافيتي دي فيها حاجات كتير قوي عشان تفتكرهم ممكن تفتكرهم بالقراءات سي هي اورال كافيتي دي دراي ديكيت بيس سنه ناشفه مسوسه اي اللارج تونسل غالبا اللي عنده اللارج ادوات عنده اللارج تونسل انذر اي اجواي بوست نزل الشارج تلاقي بوست نزل الشارج كده تفتح بقه وهذا اورا اللي انت شايفه من بقه تلاقي نازل هنا كده الشارج ابيض كده اف انتر اورس تاني حقوق وحش جي الجامز ار انفليمد اتش هاي عرش البلد اي المارك ادينويد هايبرتروفي ممكن تشوف الادينويد من بقه انت لو الادوات جات لك اهو هتقدر تشوفها من بق مش بس من المناخير ومن المنظار خلي بالك انت غالبا ما بتشوفهاش من المناخير لازم المنظر مش ده منظار انت بتشوف الادوات يا اما تشوفها من بق ولو كبير قوي يا اما انت تعمله منظار لكن انت تبص على المناخير دي مش هتعرف تلاقي الادوات واقعه يبقى الاكزامينيشن A B C C D فيها D E F G H R كمان لازم دي الاكزامينيشن هتشوف بقى تلاقي ودانه ريتراكتد فيها سيكريتوري فيها اكيد سبب اكسبتايز ميديا وات ايفر خلي بالك كل الكلام ده انت ما شفتش ادونوت بعينيه لسه يعني ادونوت فيشيس اه شكله اخطر ماشي اوكي طيب مناخيره مسدوده مسدود بقه اوكي انت لحد دلوقتي ما شفتهاش ايه يعني طيب زمان كان في حاجه بنعملها اسمها ايه؟ اسمها ديجيتال دولبيشن والبوستيريور موسكو البوستيريور موسكو ده نجيب مرايه وندخلها من بق العين كده المرايه كده فيها زاويه كده عشان المرايه دي تعكس لك صوره ايه؟ الادينويد هتدعي فدي اسمها البوستيريور موسكو بنعملها بحاجه اسمها البوستيريور موسكو بالمرايه تمام؟ طبعا لو يعني شفنا هنشوف هنلاقي حاجه كده دارك وبينك شويه هنشوف صوره الادينويد في العمليات طبعا خلي بالك برضه تخيل يعني لو مثلا واد 3 سنين 4 سنين مش سهل حركه انك تحط مرايه وبتاع مش اي حد بيستحملها. في حركه ثانيه اسمها الديجيتال بارميشن كنا ايه؟ كنا بنعملها زمان دلوقتي ما بنحتاجش نعملها قوي ماشي هحتاج استخدمها بقى ما تخافش مش هقول لك حاجه. الكود ده زي ما انت اسمك ايه؟ حسام. بتخلي الطفل البريء حسام كده قاعد على كرسي ونضحك عليه نعمل ايه؟ نخليه يفتح بقه ونحط صباعنا هنا ما تخافش مش هعمل حاجه نحط صباعنا هنا ونجيب ايدينا الايد الثانيه نلبس جوانتي ونحس ندخل نحس الادرينالين طب انا حاطط صباع هنا ليه عشان ما يغرمش صباعي ده لو جيت في بقه مش هيعرف مين هيقطع على نفسه ما طبعا الطفل ممكن يبقى سنانه هروح اقرن صباعك شكرا يا استاذ حسام شكرا هروح معدلين صباعنا هتقول لي ما هيرجع طبعا مقرفه ممكن يرجع بتاع بس يعني تدخل بسرعه كده تحس هتحس الادرينالين تمام الحقيقه بقى اللي بنعمله دلوقتي ايه؟ بنبص عليه بالمنظار او بنعمل له اشعه. فانت لو مش شايف الادرينالين بعينك مش باينه من بقه يعني بتبص عليه بالمنظار زي ما شفنا في الفيديوهات اللي شفناها. ممكن تعمل له اكس راي. هنلاقي الاكس راي.
بنعملها في المنهج تقريبا في حاجتين ثلاثه من ضمنهم الادوات اللي لسه ليها قيمه. بصوا ده منظر اللوز والهواء بيبان اسود، شايفين حتى كده الحته دي مكان الادوات، ادي البلد اهو والادوات جايه من هنا لاصقه في البلد، مفيش هواء معدي خالص. يبقى سوفت تيشو شالو من هنا الناحيه الثانيه، شايفين البلج ده؟ البلج ده اهو ده الادوات حاجه في الايزوفيرس. في كتير بقى برضه اهو دي باينه قوي، ادي البلد اهي وادي الادرويد اهي، قفله خالص مش هو عندي خالص. ايوه صح كده. طبعا احنا عمرنا ما بنعمل 60 ادرويد، بس ده عيال كان عاملها مش عارف ليه فصورتها. طبعا دي الطريقه الكلاسيكيه اللي هي لازال بنعملها
200 سنة و 300 سنة بس دلوقتي بقى بقينا نعمل حاجة زيادة. بعد ما بنعمل كده طب وانت مش عرفك اللي مفيش حتى فضلة؟ انت مش شايف، خلي بالك كده انت مش شايف، مش عرفك اللي مفيش حتى فضلة. بنحس برضه موضوع الإحساس ده صعب. دلوقتي بقينا بنبص بالمنظر ده، بعد ما تخلص تبص بالمنظر تطمن إن مفيش حتى فضلة ومفيش حتى بتجيب دم. بص بقى بنعملها إزاي؟ هما جايب لك حته الاكشن خلاص. ايوه حته الاكشن ما خدش دقيقه برضه. واحد تاني اهو. زاوية تانية. فصلت بس اتسحلقت وجابها بعد كده. طبعا انا هتحب بق العين بحاجه اسمها ويل ديفيز. والحبوب اللي معديه دي ايه؟ دي تجيب هوا دي ولا ايه؟ تخديه؟ تخديه. واخد بالك ازاي؟ اسمعي انتوا تركيتوا؟ دي انبوبه معديه داخله في اللاركس بتدخل لمسات الجهاز مع القش. مش الألف أذن ولا مش الفاكس، ده للحياة كلها.
اي عيان عمل عمليه بليدنج بوست اوبرتيف بليدنج او بليدنج دو تو سيرجري بيتقسم لثلاث انواع اكوردنج تو ذا تايب اوف بليدنج. في حاجه اسمها برايمري هيموج وحاجه اسمها رياكشن هيموج وحاجه اسمها سكند هيموج. عيان بينزف في العمليه ده اسمه برايمري. عيان بينزف وزن 24 اورز في نفس اليوم. عيان بينزف بعد اسبوع. خلي بالك انت هتفضل واخد بالك من العلاج قد ايه؟ ممكن ينزل بعد اسبوع، في عدد ممكن ينزل بعد شهر بس هنتكلم فيه بعدين. طيب لازم تعرف كل واحد فيهم ايه الاسباب عنده ازاي؟ اول سبب انك يكون العيان ده عنده بلاد ديزيز وانت سيادتك ما خدتش بالك تعمل له انفستيجيشن كويسه محترمه. دي حاجه تدخلك السجن. لازم تعرف تتكلم في التوصيلكتور ايه الانفستيجيشن اللي تعملها عشان تتاكد ان ده ما عندوش بليدنج تندنسي. مش اي هبل وخلاص. تمام؟ طيب. نمرة اثنين لو انت شفتها الدكتوره زي ما بتقول طب اجري ايه لو سبت حته؟ لا الحته اللي سبتها هتنزل. نمرة ثلاثة خلي بالك. اندر دوينج اند اوفر دوينج الاثنين يعملوا بليدنج. يعني لو انت خايف فخايف تضحك. سبت حته هتعمل بليدنج. ولو انت مفترس قوي وتحت جامد قوي هتعمل ايه جاني مصر ويحصل بليد. هي بقى محتاجه سنسيشن ومحتاجه ايه اكسبيرينس انك ازاي تشيل الادينويد من غير ما تعمل ايه جاني مصر اللي تحتيها وفي نفس الوقت ما تسيبش حته. طيب هنعمل ايه بقى؟ العين بينزف اهو خلي بالك. التريتمنت اوف بليدنج في حاجه اسمها كونزرفتيف في حاجه اسمها سيرجيكال. البرايمري ملوش كونزرفتيف. يعني العيان بينزف في العمليه تسيبه ينزف وتصحيك وربنا يستر. وربنا يستر طبعا بس ما توقفه. لكن الرياكشن اللي بينزل بالليل ده ممكن تعمل حاجات عشان ما تضطرش تدخله تاني. لكن هو قصادك هو في العمليه بينزف لازم توقف الدم. لو في حته سايبها شيل. طب لو في انجري بقى في مصر لما تختاروا عمليات هتشوفوا في حاجه بنعملها اسمها تيسيرني او كوتري حاجه بالكهرباء كده بتعمل كواجوليشن او لو حته تقدر تاخدها غرزه هتاخدها طبعا الحته دي غلسه قوي تاخدها غرزه. طبعا لو العيان نزل منك كتير قوي وعنده بليدنج تندنسي هتديله سفشنت فاكتور تشوف ايه الفاكتور الناقص او تديله بلط. لو فشلت بقى تماما بتضطر تحط حشو. خلي بالك اي بليدنج في الدنيا يقف بايه؟ كومبريشن. بس هي الفكره بقى تعرف تعمل ازاي الكومبريشن في الحته دي غير انك تعمل كومبريشن ازاي في الحته دي. فبنجيب حاجه اسمها بوست ليزر باك. بنجيب رباط شاش كامل وتروح مدخله في بقه وحشره في الحته دي. طب وبعدين رباط الشاش ده بعد ما العيال يصحى ممكن يقع في دانس موت. فبتجيب رباط الشاش ده وتربطه في فتله من ناحيه من طرف يعني تسيب مثلا نص سم وتربطه في فتله جامده ونص سم وتربطه في فتله جامده. ولما تدخله في النيزو فانكس طلع الفتله دي من هنا والفتله دي من هنا وتربطهم. فما ينفعش ايه؟ يقع. طب هتقولي طب ازاي لما احط البتاع ده اطلع فكره؟ مش عارف. في بقى فكره حضرتك تفهمها عشان دي لو ما فهمتهاش لاول مره مش هتفهمها. بنجيب قسطره ندخلها من المناخير ونطلعها من البق. وقسطره ثانيه ندخلها من المناخير ونطلعها من البق. ونربط كل فتله فين؟ في قسطره. واحده بندخل الباك بنشد ايه؟ القسطرتين هيطلعوا الاساطر وماسك فيهم ايه؟ الفتله. تروح فاكك القسطره ورمت الفتله. تمام؟ كتبت هنا كده؟ دي فكره البوست نزل باك اللي هي هتلاقيها مكتوبه تاني في المستكس لو عام بينزل من مناخيره من ارتي بوستيريو هنا. لو حطيت له حشو انتيريو مش هيفرق ما هينزل على ورا. فلازم تحط له البوست نزل باك ده. طبعا ده بتحطه اندر انستيزيا وتشيله بعد يومين. طب لما تيجي تشيله انت مش بتشيله في العمليات تشيله ازاي؟ فتله ثالثه ماسكه في النص طالعه من بوق العيان. وعليها بلاستر كده. هتقول العيان يطلع منظره معفن قوي. هيموت يعني بيقولوا ايه؟ لما تيجي تحط بقى الباك تروح قص الفتله دي قوي. وسحب بقى اللي في النص. تمام؟ وربنا يستر. دي طريقه بقى اسهل شويه انك تدخل عارفين قسطره البول؟ قسطره البول اخرها بالونه. فتعدي القسطره كده اهو تروح داخل البالونه. لما تيجي تشدها مش هتطلع. مش هتطلع. تروح عامله كومبريشن. بس يبقى العين طبعا القسطره طالعه مناخيره كده. ورابطها انت وشكلها طبعا. ربنا ما يهديك يعني عشان كده عشان كده على فكره كل دكاتره وزاره الصحه مش الادويه بيخاف هو لو
عشان اللوز ولازم يعني هياخد غرزتين، لكن دلوقتي حتى مش شايفها. فانت لازم تبقى يعني معاك منظار ومعاك منظار صغير وبتعرف تتصرف. يعني دلوقتي لما تنزف ممكن تقعد تعيط بيها. لا حاجه مقرفه يعني، عشان لازم انت ساعات تبقى عارف انك شايف البريدنج جاي منين، فاهم؟ لان حتى ما انت حتى لو قدرت انك تخيل كده وانت عندك بيبي 3 سنين، فولا عرفت تطلع من هنا ولا عرفت تطلع من هنا. يعني انت ممكن ادخل منظار وشايف الحاجه اللي بتنزل فين، بس من اكيد الواد دول بيدخلوا منظار مش عارف تدخل جنبيها كتري، ولو دخلت كتري ما بتفتحش، الكتري ده عامل كده مش عارف تفتح. طيب من هنا مش عارف تدخل البلد معاك مقرفه يعني، لازم تبقى شغال كويس ومعاك منظار ومعاك بايبولر كويس وكده. طيب العيان بقى لو نزف وزين 24 اورز، طب ايه اللي خلاك كويس ونزف بعد اخر النهار؟ كويس خلي بالك، ساعات بيطلعوا العيال هو مقلق منه، فده مسموش يعني، ده مسموش الاكشن، ده اسمه برايمري بس انت ما خدتش بالك. ده غالبا نتيجه كورليشن ديفكت. تمام؟ هتفنجوا وتعالجوا زي ايه؟ طبعا ممكن بقى ده كونزرفتيف يعني، ممكن تحط له نقط مناخير لو فيري فيري مايلد. نقط المناخير اتروجين وتقول تعملوا فاست كونستريكشن بس. يعني ممكن تحط له نقط مناخير كده وتدي له كواجلانت الحاجات بقى للدايسيرون، بس الكلام ده لو بريدنج لا بريدنج لا ما ينفعش الكلام ده. يعني لو هو مثلا ايه بينفت كده المخاط طلع محمر شويه ماشي، تحط له نقط من الاخير باص كونستريكتور بتاع ما ينفعش هتدخله. يعني الدكتور بيدخل عمليات تاني؟ اه انتوا مش بتسمعوا مش سمعتوا كان في الجورنال واحده دخلت عملت 9 مرات في الاخر بعد التوسيليكتور وضايف في الاخر. طب ايه على فكره العمليات دي اخطر العمليات الاندر استيميتد. الناس فاكره ايه؟ يقول لك ايه حتى بيضربوا بيها المثل، مش فاكر كان في حاجه برنامج كده ولا ايه، بيقول لك ايه؟ دي حاجه سهله زي اليوز، اليوز دي مش سهله خالص. اليوز والادينوم دي من اخطر العمليات لانها في الاير واي. انت شغال في حاجه فوق. فاي مصيبه بتحصل بتاثر على الاير واي. ايه اللي يخلي العين ينزل بعد اسبوع؟ مفيش حاجه غير الانفكشن. بعدها لازم اساسي انتي بيوتيك. طبعا لو ما بقتش على حظك الباقي هتضطر تعمل له بوست نزل بيك. يبقى اي بي اي اناستيك كومبليكيشن، بي بريدنج بانواعه 4 اي، انكمبليت ريموفال، انجري، انفكشن، انهيشن. طيب ايه اللي يخليك تعمل ما تشيلهاش كلها؟ لو انت طبعا لو انت يعني لو انت خايف يعني، لو الكحاله بتاعتك مش شرط بلانت مش هتطلع كويس، او لو العيان مش نايم كويس تقول يا اخي مش نايم كويس. خلي بالك الانستيزيا عباره عن 3 حاجات، ان العيان مش واعي والمسلز بتاعته مرتاحه بارالايزد ومش حاسس بالالم. خلي بالك الثلاثه دول مختلفين. يعني ممكن تبدا تفهم الموضوع بتاع عينك الممرضه عينك بتاعت اسكندريه هي بتموت العين ازاي؟ بصرف النظر يعني قصدها مش قصدها. بتدي العين مصر لاكسنت فيبقى هو صح لكن مخنوق مش قادر يتفكس. شفتوا فيلم اناكوندا؟ اه دي اللي مر مع حمد الله عارفين ده؟ لما السنيك بيعمل مصر لاكسنت فتلاقي العين صح لكن بارلايزد فيموت مخنوق. فممكن العيان يبقى نايم هو نايم مش واعي لكن مش واخد مصر لاكسنت كويس، المصر بتكونتراكت. المصر بتكونتراكت فالمصر فيها مكرمشه كده فالادرويد تحت الكحاده كده فالحته اللي تحت دي ما تتشالش. عشان كده السوبرفيشال انستيزيا دي ممكن ما تخليكش تشيلها كويس. تمام؟ ده بيؤدي ايه زي ما قلنا بقى؟ هيعمل بليدنج الحته اللي تطلع تكبر. عشان كده فيري كومن يعني انا نص العينين اللي بعملهم اول مره ونص العينين بيكون حد تاني عاملهم بعملهم كده واحصل لهم ريكارز عشان ما اشيلهاش كويس او ما اشيلهاش كويس. طيب هتعمل انجري ايه؟ طبعا انت بقى وحسب ربنا اختارك عليه ممكن تعمل انجري لاي حاجه حوالينا. ممكن تعمل انجري للسكن تيوب، ممكن تعمل انجري للسوفت بلد، ممكن تعمل انجري للمصل، ولو انت يعني مفترس قوي ممكن تجيب الفرتبري معاك. فدي كلها حاجات ممكن تعملها انجري. الانفكشن هيعمل بليدنج اللي هو هيعمل سكند هيموليش. تمام؟ واخر حاجه الهيليشن اللي هي الريسبيراتري كومبليكيشن
خلي بالك اللي بيموت العيان عشان دي بتيجي مستيو كذا مره يعني اللي بيموت العيان بعد البيليكتومي او التوكسيكتومي مش البليدنج نسميها سبايرال كومبليكيشن بصفه عامه ليه؟ خلي بالك هو امتى علشان العيان ممكن بليدنج لازم يفضل ينزل لكن المشكله لو حصل اي سبايرال كومبليكيشن خمس دقائق خلاص حصل كده ريفرسال برين دامج هي المصايب اللي تسمعوا عنها دي بتكون حصل ايه؟ انتوا تسمعوا مثلا ايه؟ سعاد نصر ايه اللي حصل؟ سعاد نصر كانت بتعمل عمليه لايكوسكشن بيحتاجوا يدقوها على وشها دكتور التخدير كان بيبنك الطين فهو كان في الاوضه الثانيه وهم قلبوه لما قلبوها على وشها قلبوا التخدير طلعت قلبوا التخدير طلعت حصل لها هيبوكسيا حصل برين دامج طبعا خدوا بالهم بس بعد ما رجعوها خلاص فده العيان بقى خلاص هي ما ماتتش بس حصل لها برين دامج ايفينشوالي موت تمام فخمس دقائق فممكن بقى العيان بتاع الادرينالين ده شويه دم ينزل في التركيه طبعا لو نسيت بجد مصيبه سودا يعني الطنج رجع لورا مجرد كل ما بقى طنج العيان ما حصلش كويس عشان كده الفئه مهمه جدا في الاطفال دي العيان اللي حصل العيان اللي كانت دايت في الجمعيه الطبيه ما اعرفش كانت حاجه بس انا مركز في الحاجات دي قوي دي من 3 4 اشهر جابوها في كل يعني رامس عيب ومش عارف ايه ورامس عيب كانت عملت حديث مع المدير دي طلعت من العمليات خلاص الدكتور خلصت وطلعت في الافاق لو انت بتشتغل بسرعه وتطور ورمي ما تاخدش بالك من الافاقه العينه وهي في الافاقه ما كانتش صاحيه تماما فالطنج رجع لورا وبستراكتد لما خدوا بالهم انها زرقت خلاص كان حصل برين دامج خلاص الكلام ده ما فيهوش هزار انت بقى ما تعملش العيان ما تعملوش اللحميه لو العيان عنده بليدنج دنس ده زي اللوز هنتكلم عليها في اللوز لكن في بقى حاجه خلي بالك بقى في بقى حاجه لابسه كده العيان يتبنج وتعمل له كل حاجه ما عندوش مشاكل لكن ما تعملوش العيان ايه بقى؟ دي حته جديده احنا عندنا الخلفان نوعين في حاجه اسمها راينولاليا كلمه راينولاليا معاها خلفان راينولاليا كلوزا يعني من كلوز يعني الخلفان نتيجه ان المناخير مقفوله اللي هو كده حرف جيب روح كده هيطلع وحش طيب في نوع تاني اسمه راينولاليا ابرتا كلمه ابرتا جايه من ابرتشر يعني ايه ابرتا يعني مفتوح يعني الخلفان اللي نتيجه المناخير مفتوح ايه انك في بعض الاشخاص محتاج البلد ده يرجع ورا يفصل النوس عن الكوره الكافيه زي الكافي كي لازم البلد يرجع ورا طب لو البلد ما رجعش تطلع معاك خا تيجي تقول لي عيل سمكه يقول لك سمك مش عارف ما تقولهاش طيب يبقى في حاله ما اذا العيال ده عنده مشكله في البلد طبعا خلي بالك خلي بالك الغالب ان احنا مش بنغلط يعني او الدكاتره يعني مش بيغلطوا في اللي زي ده. يعني طبعا ده مش هتغلط فيه. ده عنده كليفت بلد معدوش فده مش اكيد اكيد ده مش هتيجي تعمله اللحميه، هتقولي طب ليه؟ يقول لك لما تعمله اللحميه اللحميه مساعده انك تبقى قافله شويه في البلد. فلما تعمل له حمايه صوته هتنجي. طبعا ده مش بنغلط فيه لكن بتغلط فين؟ في اللي هو عنده البلد ويك. يعني البلد سليم قافل لكن حاجه اسمها صب يوكس يعني قافل بيوكوزا بس مش مصر. فالبلد ضعيف واللحميه مساعداه. اللحميه بتخليه الحب بتخليه لما يجي يقفل يكمل. لان هو بيقفل لحد هنا واللحميه بتكمل له. خلي بالك دي مصيبه سودا ليه؟ لو العيان ده عنده راينولاليا ابرتا اهله بالنسبه لهم اسمها ايه؟ اسمها النخله وراح للدكتور اهله قالوا للدكتور الولد اهله وهو عنده راينولاليا ابرتا وعمل له لحميه هيتنيل خلاص ده بيتنيل زياده حرام عليك حرام صبح انت كده بتنيله زياده فلازم تاخد بالك يعني بصوا دول عيانين ادي
ادي على يمين كريست اهو مثلا دي عيله بقى صاحبتي من زمان قوي وهي عندها شهرين عندها كريست نوز وكريست كريست غير وكريست بلد بنعمل دي عند سن شهرين فعملنا لها دي الاول تمام بنيجي بعد كده نعمل البلد بعد كده البلد اهو طبعا العينه مقلوبه مش مهم نعمله ازاي المهم يعني بنعمل في الاخر بناخده بقى اربع خمس ليها طريقه معينه كده يعني لما تيجي بقى العينه دي مش ممكن بعد كده تشيلها دلوقتي ان هي جت بعد كده عندها لوز انا عملت لها لوز وصورتها ادي البلد اهو تمام ده بعد مثلا ثلاث سنين قافل وحلو وزي الفل وشكله يعني طبعا نير نورمال عمرنا ما بنعرف حاجه نعمل كومبليت له بس ده يعني سم اكستنت نير نورمال ف دي ما نعملهاش ابدا ما نعملهاش ابدا دلوقتي يعني البلد انت صحيح قفلته لكن هو لكن المصل مش شغال طيب فهو خايف دايما ان يحصل لها اللي هي الايه الانجولاري افيرتا دي عشان كده كونتر انديكيشن هنا كليفت بلد قصاد موكس كليفت افويد حاجه اسمها فيلو فارنجل انكومبرس اللي هي الايه؟ الفيلو اللي هي البلد السوفت بلد فارنجل اللي هو قصير فارنجل هو الفتحه دي اسمها الاورو فارنجل اسمس الفيلو فارنجل انكومبرس اللي هي الفتحه دي ما بتقفلش كويس وده ممكن مش بس يبقى عنده صوت مشكله تبقى عنده ريجكتيشن يشرب ميه تنزل مناخيره كمان يعني ده بس مش مشكلته بس يعني جبتش مشكلته ان ممكن يشرب الميه تنزل من مناخيره الدكتور معلش دكتور طب ده الادينويدز بنسيبها ما بنعملش حاجه فيها خالص مشكله لو هو عنده كليفت او صار بس كليفت لو هو مشكلته في الخلفان هو غالبا فاهمه غلط ما هو بقى ما هو دي بقى ديبيت طب افرض بقى وخلي بالك العام بتوع الكليفت دول اوريدي بتحط لهم تكتيك اوتوماتيك وتصلح لهم يعني البنت دي اي حد بتعمل له اي حد بتعمل له كليفت بلد ريبير بتركب له اوتوماتيك وانت شغال ليه؟ لان هو كده كده السيكن تيوب مش شغال. بس كده كده المصل انت بتقربها لكن مش فانكشن فالبلد المصل اللي بتفتح البلد مش شغال تمام؟ بتنصب بلاطات كده كده وانت بتعمل كليفت بلد ريبير اوتوماتيك عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ يعني الكليفت بلد احنا بنعمله بتوع جراحه الاطفال بيعملوه. بس احنا بنعمله بناخد بالنا من المجال بتوع جراحه الاطفال لكن انت واحد عملها بتاع جراحه اطفال كويسين يقفلوه كويس بس ما بيعرفوش يبصوا على ودان فبيجي العيان بعد كده يجي لنا نبنجه تاني نحط له تيتو هو ده اللي انت حطه له انبوبه طول عمره. لان هو هيفضل طول عمره عنده ستيكل ستيكل تيوب ديسفانكشن. فغالبا ما عندناش المشكله دي. المشكله بتظهر بقى ساعات في العيان اللي هو البلد ضعيف. والبلد ضعيف وعنده ادينويد. ما هو كل حاجه مع الطب بقى زي ما بقول لك بقى في ممكن في ناس بتقول ايه انت تدخل تشيل حته بس اللي جنب الاستيكال تيوب وفي ناس بتقول شيل الادينويد واعمل له عمليه في البلد ممكن يعني او جه البلد وتفهم العيان مثلا الموضوع بقى احنا بنتكلم بقى ايه ديبيت يعني مثلا لو بنت لا ما تعمليهاش بنت ما مناخيرها مسدوده ولا خانفه لا مناخيرها مسدوده خانفه دي مش تتجوز ما هو انت بتوزنها برضه. فهو في حاجات فيها ديبيت او وجهات نظر. فيمينست ستودنت. احنا كده عليك النهارده عشان اول مره بص بقى. بس ما تعملوش على كده يعني. خلي بالك من احنا السبت الجاي لما تسافر احنا هنتقابل ان شاء الله بالنسبه للسبت اول سبت هيبقى السبت اللي بعد الجاي الصبح هنكمل فيها وبعدين هنكمل تاكس. يوم الاثنين انا هدي المحاضره الاساسيه بتاعت الايه الساعه 12 في المدرج الجنبي هنا. ماشي الاثنين ده الاثنين اللي بعده. فالمحاضرة اللي هقولها مش عارف تاني بقى في كورس الايه خلاص. انا اللي هقولها عشان بقى كانها بدل السبت يبقى عشان ما نتاخرش يبقى السبت اللي انا هكتسبه ده ما يبقاش اتاخرنا فيه. فاحنا اول مره هنتقابل 2/28 ان شاء الله في المدرج اللي جنبينا ده. اوكي؟ شكرا.